مرثية بالشيخ العلامة عبد الله بن صالح القصير رحمه الله، نظم الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الحمد. إلى الله أشكو كربتي في توجعي، وأشكو إليه الهم بعد التضرع، فبين يرى الإنسان باكر أمره، سعيدا إذا بالحزن يمسي بأضلعي، وبين يرى المكلوم فألا ومأملا، إذا بالمعزي قال مأمولكم نعي. وما كل من ينعى فقيد لأمة، ولكن على الأفذاذ نبكي وندعي. ففي موت أهل العلم للدين ثلمة، وفي موتهم موت لخلق مجمعي. فهم نور أرض الله بل أهله بها، إذا غدروا فالأرض تبكي بأدمعي. لقد مات عبد الله شيخي وقدوتي، إذا نبا أمر فهو في أمرها يعي. لقد مات شيخ العلم والنور والتقى، سليل لأفذاذ كريم سميدعي. لقد مات من آل القصير شيخنا، فأي الرزايا قد تهادى لمسمعي. لقد مات شيخ الزهد والدين والهدى، فأورى بهم لا يجافي بأضلعي. لقد مات من بالحق والصدق قد سعى، بسعي حثيث ثابت ليس بالدعي. وأعلى قيام الحق في عز أهله، وأثرى بصدق بين غرب ومطلعي. ووالى ولاة الأمر ما خان بيعة، وما باع دين الله في سوق مطمعي. وما اختار دنيا معدنيات أمرها، على الدين كلا بل على الحق يدعي. خطيبا ترى إن شئت أو شئت واعظا، وإن شئت علما راسخا ليس من دعي. إماما على علم العقيدات جهبذا، يهادي إلى التوحيد في كل موضعي. وإن شئت تفسيرا وتعظيم سنة، وإن شئت تاريخا تجد خير مقنعي. وإن شئت فقها فهو في الفقه بارع، لديه اجتهاد الرأي من غير متبعي. أحاديثه ليست تمل، وعلمه ينوء بحمل منه غر ومدعي. ومنطقه نور وتوجيهه هدى، ومنهاجه في الحق من خير منبعي. ألا رحمة الرحمن تغشى لشيخنا، فقد بلغت تقوى لكهل وأيفعي. ففي الحشر يا رحمن يمن كتابه، وأورد حوض المصطفى خير منبعي. لقد مات عبد الله شيخي وقدوتي، إذا نبا أمر فهو في أمرها يعي. لقد مات عبد الله شيخي وقدوتي، إذا نبا أمر فهو في أمرها يعي.